أهلا المشاهدين الكرام، مشاهدي أنفاس بريس. معنا اليوم أستاذ المحامي أستاذ مراد فوزي، اللي هو في نفس الوقت رئيس جمعية حقوق وعدالة. سوف نناقش معه عديد من القضايا المتعلقة بجواز اللقاح وما أثير مؤخرا حول سنده القانوني والواقعي، بحيث أن البعض كيعتبر على أن هذا جواز اللقاح هو شكل من أشكال الشطط في استعمال السلطة. معنا الأستاذ مراد فوزي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. مرحبا سي مراد. سي مراد، أنت محامي بهيئة الدار البيضاء وفي نفس الوقت رئيس جمعية حقوق وعدالة. انطلاقا من هذا الأمر، هذا حقوق وعدالة، هل لمستم نوعا من التراجع في الحقوق والحريات عبر العالم قبل أن ننتقل إلى المغرب؟ بخصوص الظرفية، ظرفية الجائحة، استغلال هذا الظرف ديال كورونا. أكيد، على أنه على مر السنوات دائما حينما يتعلق الأمر بجائحة أو كارثة كيفما كانت، فأكيد على أن الحكومات الدول في شخص حكوماتها تزيد من تضييق الخناق من أجل كسب مسافة فيما بين ما بينها وبين المواطنين. بطبيعة الحال فجائحة كورونا للأسف أثبتت عن طريق الإجراءات التي صاحبت هذه الجائحة من أجل مواجهة هذه الجائحة، أثبتت على أن عددا من الحكومات مارست كثيرا من التعسفات وأصدرت كثيرا من القوانين في سبيل استغلال هذه الجائحة واستغلال الإجراءات التي تتعذر بها من أجل مواجهة هذه الجائحة في سبيل ربح مسافة بينها وبين المواطن في على حساب الحقوق والحريات. نعم، ننتقل إلى المغرب. هل ممكن القول على أن فعلا في المغرب هناك يعني تضييق على الحريات واستغلال لظرف كورونا، أم ماذا من خلال يعني رئاسكم لجمعية حقوق وعدالة؟ أكيد على أن في المغرب أيضا الجمعية حقوق وعدالة تشتغل على عدد من القضايا، على عدد كبير من القضايا بما في ذلك الولوج إلى القضاء. وفي باب الولوج إلى القضاء، طبيعي لأنه اكتشفنا على أن الحكومة وعدد من المؤسسات ذات الصلة أو ذات الوصاية على العدالة وعلى القضاء قررت بقرارات للأسف انفرادية أن تباشر عددا من الإجراءات تحت ذريعة مواجهة الجائحة، ومن بينها مثلا التقاضي عن بعد، وأمر كيفما كان الحال لا ينبغي أن يمس بحرية الأشخاص وبحرية الشخص في أن يحاكم محاكمة عادلة عن طريق مثوله بين يدي القضاء، على اعتبار أننا نؤمن على أن القضاء ليس فقط هو نقاش وسؤال وجواب، ولكن هو طقوس أيضا وتفاعل أيضا. كثير أيضا من المشاكل التقنية التي بدأت تطفو وطفت، ولا زالت على سبيل المثال مسألة التواصل مع المؤسسة السجنية، أمور كثيرة التي صاحبت هذا الإجراء أو هذا التدبير، وأعتقد على أنه تدبير من بين التدابير التي لامستها جمعية حقوق وعدالة في باب المس بالحقوق، خاصة الحق في الولوج للقضاء والحق في المحاكمة العادلة. أيضا حينما قضت عدد من المؤسسات بعدم إمكانية إيداع شكاياتهم لدى النيابات العامة مباشرة بمكتب السيد وكيل الملك، وقررت على أن يتم ذلك عن طريق الإنترنت، فأكيد على أن هذا الأمر أيضا مس خاصة الطبقة الهشة وخاصة منها النساء ضحايا العنف. فبالتالي عدد من القرارات التي صاحبت التدابير من أجل مواجهة جائحة كورونا على المستوى القضائي، والتي مست كثيرا في رأينا كجمعية حقوق وعدالة، مست كثيرا من الحقوق ومن ضمنها حق في الولوج القضاء والحق في المحاكمة العادلة. يعني أيضا عاد هذا النقاش حول المحاكمة العادلة من خلال المادة الحضور، يعني من خلال شرط الحضورية. يعني أنتم واش ما زلتم متشبتون بأنه المحاكمة لازم أنها تكون حضورية بالأساس؟ أنا أعتقد على أن الأمر ينبغي أن نميز فيه ما بين الحق وما بين الإجبار وبين الإجبارية. أنا أعتقد على أنه من ارتأى أن يحاكم محاكمة عن بعد فذلك من حقه، ولكن عند التشبث بالمحاكمة الحضورية فلا بد أن تستجيب هيئة المحكمة. وعدد من الهيئات على صعيد عدد من محاكم المغرب تستجيب تلقائيا، لكن للأسف بلغنا عدد من الشكايات بشأن عدد من المحاكم التي ترفض رفضا باتا أن تتم المحاكمة حضورية رغم تشبث المحاكمين بها.
واعتقادنا على أن الأمر ينبغي أن يتم تدارسه في إطار تقنيات، في إطار تدابير شاملة، بحيث يتم ضمان المحاكمة العادلة حتى بالنسبة للمحاكمة عن بعد، مع ترك الخيار للمتهم أو المحاكم في اختيار المحاكمة الحضورية. نعم، ننتقل أيضا إلى محور آخر يطرح ذاته متعلق بجواز التلقيح. جواز التلقيح الآن مسار نقاش وموضوع نقاش ومادة نقاش في المجتمع وأيضا في الأوساط الحقوقية. أنتم في الجمعية كيف عالجتوا هذا الأمر هذا، وكيف يعني كيف ترون هذا الإجراء ديال فرض جواز اللقاح؟ نحن ميزنا ما بين أمرين، الأمر الأول هو أمر التلقيح، والأمر الثاني هو إجبارية جواز التلقيح. فأمر التلقيح، مسألة التلقيح في حد ذاتها مسألة ليست من اختصاصنا، وهناك من ذوي الاختصاص من يمكن أن يستشار في الموضوع، من يمكن أن يأخذ قرار في الموضوع، أن يدلي أو يدلي بقراره في الموضوع. لكننا نعتقد كيفما كان رأي المسؤولين أو المهتمين أو المتخصصين في الميدان في باب التلقيح، فهذا الأمر لا ينبغي أن يتم الإجبار بشأنه، على اعتبار أن ذلك يمس حقوقا أساسية ومضمونة بمقتضى الدستور ومضمونة بمقتضى الحقوق أو المبادئ الكونية لحقوق الإنسان. المسألة الثانية أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة المغربية على هامش هذا الموضوع من أجل إجبار المواطنين على الإدلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج إلى المرافق الإدارية والخاصة، نعتقد على أنه أمر مخالف للقانون، مخالف للدستور، مخالف لهذه المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومن شأنه المساس ليس فقط بحق الصحة، حق المواطن في الصحة وحق في العمل، ولكن هذا الأمر سيجعل المواطن يعيش عيشة الكلاب الجرداء، على اعتبار أنه سيمنع من جميع الحقوق الأساسية، سيمنع من حق التجوال، وسيفرض عليه أن يعيش وحيدا معزولا، وهذا أمر مخالف لجميع الحقوق. نعم، في صلب الموضوع الملاحظ هو أنه مثل هذا الحق هذا يعني ضاعت أمام حقوق أخرى. مثلا أنتم في الجمعية كتكلموا حق التقاضي، حتى حق التقاضي كيف ممكن أنه هذا المتقاضي ممنوع عليه أن يدخل المحكمة إلا لم يدلي بجواز تلقيح، وهو ممكن أن في هذه اللحظة هذه تضيع حقوقه. أيضا عدد من الحقوق الأخرى. السؤال اللي مطروح هو واش ممكن نتكلموا على أولوية الحقوق في ظرف في زمن كورونا؟ أنا أعتقد على أن قبل الحديث عن الأولوية في باب هذه التدابير التي اتخذت الحكومة عن طريق بلاغها بإلزامية جواز التلقيح، عوض أن نتحدث عن جواز التلقيح نتحدث عن جواز الصحي. حينما سنتحدث عن الجواز الصحي سنفتح إمكانية الحصول على هذا الجواز الذي يخولك الاستفادة من جميع الخدمات بدون أن يكون التلقيح إلزاميا بالنسبة لك، وهذا الأمر يتعلق بالأشخاص الغير مستعدين أو الغير ممكن أن يتم تلقيحهم لأسباب محددة. أمر آخر ينبغي أن نميز على هامش سؤالكم، ينبغي أن نميز بين الحقوق الأساسية للأفراد، ومن ضمنها الحق في الولوج إلى المرافق الإدارية أو الخدمات الإدارية وغيرها من مرافق الترفيه التي يمكن أن تعتبرها إدارية أو المسرح أو المقهى مثلا. الأمر الأكبر من ذلك والذي ينبغي مناقشته هو الحق في الحرية الذي نتحدث عنه، أو الحرية في التنقل والتجوال. مثلا حينما نتحدث عن المنع من الدخول إلى مرفق معين مثلا مطعم، فحينما نتحدث عن منع غير الحامل لجواز التلقيح في الدخول إلى المطعم، فلا أعتقد أن الأمر يتعلق بحماية الآخر، المواطن الآخر الحامل لجواز التلقيح المتواجد بذات المطعم. وبالتالي وإلا من المفترض أن أطرح التساؤل، لماذا يستفيد هو من حق الولوج إلى ذلك المطعم ولا أستفيد أنا وأنا المواطن الخائف أو لا بأن يغادر المطعم؟ إن كان الأمر يتعلق بالخوف من حمله للوباء. هذا الموضوع أيضا يجرنا إلى الحديث عن فعالية هذا التلقيح من عدمه، وبالتالي إذا كان الأمر يتعلق بحرص الدولة على حماية والحكومة على حماية المواطن من الوباء، فأنا من حقي أيضا أن أقول أو أن أتحدث عن حقي في الحياة أو حقي في الصحة أو حقي في باقي الحقوق الأخرى. وبالتالي أنا أؤكد كما سبق على أن الأمر ينبغي أن يتم على صعيد أولويات. حقوق أساسية لا يمكن أن يحرم منها المواطن لأي سبب كان،
وباقي الحقوق الأخرى يمكن أن نقيدها بشكل أكثر تنظيما لا يحتمل التأويلات. أيضا أمر آخر تطرح بالموازاة مع هذا فرج جواز اللقاح هو هذا مظاهر بين قوسين التعسف الحقوقي اللي كنلاحظوا في الشارع الآن، وعدد من المواطنين تداول واحد مقطع ديال المواطنة كيف أن واحد الضابط ما عرفش برتبة ماذا أنه يعني يلاحقها يطالبها بجواز اللقاح أو بطاقة التعريف الوطنية، وأيضا تم تداول عدد من الأوراق الإدارية المتعلقة بفرض غرامات. يعني فين غادي بين هذا الوضع هذا حقوقيا؟ حقيقة أتمنى على أن تكون هذه التصرفات هي تصرفات فردية لا تتعلق بقرارات مؤسساتية، وأعتقد ذلك صدقا، لأن الأمر في حالات غير هذه الحالات سيكون كارثة عظمى، ويمكن أن ينبئ بأخطار جمة على سبيل الانتفاضة من طرف المواطنين ضد هذه التصرفات التي تعتبر تصرفات شادة. ولكن للأسف مر أو بلاغ كمثل هذا البلاغ الذي أصدرته الحكومة هو الذي من شأنه أن ينتج مثل تلك التصرفات الشاذة التي أنتجها بعض الأفراد المحسوبين للأسف على السلطة المحلية أو إدارة العمل الأمن الوطني. ولكن في غالب الأمور أو في غالب الحالات الأخرى لم يتم الأمر على هذا الشكل، لكن أقول على أن بلاغا مثل هذا البلاغ يحتمل التأويل غير مضبوط، ليس لم يتم إصداره بشكل يمكن من خلاله أن يتم التهيئ، حتى تهيئ أولئك الأشخاص المفترض أنهم يقومون بحماية الأمن، المفترض أن يتم تهيئهم لتطبيق قوانين، المفترض أن يتم إصدار قانون من طرف البرلمان. للأسف حالة الطوارئ هذه خولت للحكومة التغول عن طريق كسب إمكانية التشريع في غياب أو بمقتضى المرسوم، مرسوم حالة الطوارئ، لكنها لم تنتبه إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بإصدار بلاغات، ولكن ينبغي أن يتم تهيئ المواطنين في سبيل التقبل والتفاعل مع البلاغات التي تصدرها. هذه التصرفات هي التي أكدت أو هي التي جعلتني أقول على أن المواطن في حالة الإبقاء على مثل هذا المرسوم أو مثل هذا البلاغ أو مثل هذا التدبير أو هذا التصرف الذي أصدرته الحكومة سيحول المواطن إلى إنسان معزول، طالما أن هناك مثل هذه التصرفات التي لاحظناها جميعا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي يقوم فيها رجل الأمن أو رجل السلطة العمومية بإيقاف مواطنة من أجل الإدلاء بجوازها الصحي. كذلك هناك مخالفات تم تحريرها من طرف جهاز الدرك الملكي، لأن للأسف قررت الحكومة بغتة اعتماد جواز التلقيح عوض شهادة التنقل أو الترخيص بالتنقل، وبالتالي في حالة عدم التوفر على جواز التلقيح فأنها حررت مخالفة سمتها عدم حمل جواز التلقيح. نعم، ملي كنتكلموا أيضا على المواطنين كنتكلموا أيضا على حقهم في التقاضي، يعني مقاضاة الحكومة، واش ممكن أو من حق المواطن يقاضي الحكومة مثلا في الحالة ديال هذا رجل الأمن الذي يلاحق امرأة أو شخص غير ذي صفة كيطلب مني جواز اللقاح وهذا في انتهاك خطر المواطن الشخصية، واش من حق المواطن يقاضي الدولة وشكون هي الجهة اللي مخول لها أنها تنظر في مثل الدعاوى؟ أعتقد على أننا ينبغي أن نميز بين أمرين أو بين حالتين. هناك الحالات التي مثل حالة الطعن في بلاغ الحكومة على اعتبار أنه يخالف الدستور فهو أمر يتعلق فيه الاختصاص أعتقد بالغرفة الإدارية بالمحكمة النقد، ولكن في غير ذلك من الحالات فهناك تصرفات يمكن أن يتابع من أجلها الشخص مباشرة في إطار مسؤوليته الشخصية، وهذا أمر طبيعي وعادي ومعروف. وهناك أمر يمكن أن يتم فيها مقاضاة الجهاز الذي ينتمي له ذلك الفرد في إطار مسؤولية إدارية أمام المحاكم الإدارية. وأنا أعتقد أن المغرب الحمد لله في باب القضاء الإداري ينتج اجتهادات جمة، والحمد لله أنه قضاء شجاع لم تخلص من تلك العقدة المركبة التي تكون فيها حينما تكون فيها الدولة طرفا، فمعظم
في زمن سابق كانت معظم القضايا التي تكون فيها الدولة طرفاً فالدولة هي الأسبق وهي الأولى بالحماية. اليوم أصبح القضاء الإداري المغربي قضاءً نزيهاً مجتهداً، يصدر قراراته دون النظر إلى الدولة وقوتها، ولكن يصدره من خلال احترام القوانين والحريات ومقتضيات الدستورية في سبيل حماية المواطن إن كان على حق وحماية الدولة في الحالة الأخرى. أستاذ مراد فوزي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا ضمن ضيف أنفاس بريس، وأنت المحامي عضو هيئة المحامين في الدار البيضاء ورئيس جمعية حقوق وعدالة. شكرا جزيلا لك. شكرا للاستضافة وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا للمشاهدين الكرام.